انا جيت هنا بالمملكه ب 63 كان عمري زي كده. هذا ولد صغير، هذا ولد الدكتور هذا جنبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا في الرياض ثلاثة مستوصفات: مستوصف مسجد العيد، مستوصف الفوطة، مستوصف المرقب. ما في إلا ثلاثة مستوصفات في الرياض، وواحد منهم كان مدير أنا. ووقت أنا جيت هنا بالمملكة كون وزارة الصحة بالشارع كبير حق الشارع مطار، شارع مطار، والشخص بيسوي اسمي أمر مشان اشتغل شغل، و قلت أنا أحسن من أعلم، أنا عندي شغل بمكة، بعدها أنا بدأت الشغل، والحمد لله أنا شغال هنا بالعيادة حقي. كل الناس هنا وأطفال وكبار وفاس هنا، بعدين يكتب رشدة عليهم وهم راح أخذون علاج من الصيدليات. ينكشف في المريض 30 ريال من أيام الملك فيصل تا اليوم. إذا ما عندهم راتب ما عندهم شيء، كم 400 ريال لديهم راتب، أخذ منها 30 ريال. والله ما أخذت منهم شيء. كثير يجون، كثير يجون، أنا ما أسألهم، بس حط اسمه هنا، اسمك عمر، خلاص يكتب علاج في مال. أنا ما أبغى أي شيء. يخدم المملكة على أفضل فرصة بحياتي، وتموت إن شاء الله يخدم البلد، بلاد الخير، بلاد الرحمة، بلاد العدالة والإنصاف.